طبعا زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم ان النهارده معرض القاهره الدولي للكتاب هيختتم فعاليات دورته ال 53، والحقيقه انه المعرض السنه دي قدر انه يتخطى التوقعات في الاقبال الجماهيري رغم الطقس السيء والامطار. خلينا نتكلم عن حصاد المعرض السنه دي. معنا على التليفون الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئه الكتاب. صباح الخير عليك يا دكتور، وكيف تقيم هذه الدوره من معرض الكتاب ومكتسبات هذه الدوره ايضا؟ صباح الخير عليكم وكل سنة وانتم طيبين. الحقيقة ان الدورة دي كانت بسبب الحضور الجماهيري فوق كل التوقعات. المعرض مش ممكن يكون مكتمل الأركان إلا بالإقبال الجماهيري اللي الحقيقة بقى جمهور نوعي جدا، رغم انه من كل أطياف الشعب المصري وكل الأعمار، غير انه الحقيقه بيأكد انه الشعب المصري مهتم جدا بالثقافه وبالقراءه ايضا. المعرض السنه دي يعني الحقيقه قارب على كسر حاجز 2 مليون زائر رغم كل الظروف اللي حضرتك اشرتي اليها. كمان قدر انه يحط نفسه على خريطه المعارض الرقميه الدوليه عن طريق المنصه الالكترونيه اللي بتتطور معانا كل سنه، واللي بتقدم خدمة البيع أونلاين للكتب يعني مستمرة طول العام. المعرض الرقمي ده مستمر معانا إن شاء الله طول العام لتقديم خدمة الفعاليات وعرض الكتب للبيع أونلاين. أهم مكتسبات الدورة دي أيضا هي وجود معرض كتاب للطفل مستقل، وده إن شاء الله تمهيدا لاستقلاله استقلال كامل، يعني يبقى معرض القاهرة الدولي لكتاب الطفل في موعد آخر. دكتور هيثم، حضرتك تقصد انه المعرض الطفل اللي حصل في معرض الكتاب في الدورة 53 ممكن يكون بداية لمعرض خاص للأطفال؟ هو الحقيقة انه بالفعل استقلاله في جناح خاص، ده كان بمثابة التجربة أو التست للفكرة اللي أظن انه يعني هيبقى من المناسب دلوقتي إن احنا نطورها، انه يبقى عندنا معرض خاص لكتاب الطفل في موعد مستقل غالبا يبقى في اواخر الصيف. كمان عندنا مكتسب مهم جدا هو البرنامج المهني اللي بنعتبره اضافه حقيقيه ونقله نوعيه في تاريخ معرض القاهره الدولي للكتاب، بيحوله ضمن معارض العالم من مجرد سوق كتب الى معرض كتاب بيدعم صناعه النشر ويطورها ويشارك الناشرين في وضع منهجيه لتطوير هذه الصناعه. طيب يعني عايزين نعرف بقى يا فندم عن اهم الكتب اللي كان عليها الاقبال في معرض الكتاب في هذه الدوره. الحقيقه اللي اقدر اقوله انه بالنسبه لهيئه الكتاب كتب الاطفال كانت بتمثل جزء مهم جدا من المبيعات او من الكتب اللي اتوزعت. يعني نقدر نقول انها مثلت اكثر من 40% من الكتب اللي أقبل عليها جمهور القراء، لكن عندنا مجموعة كتب تاريخية كان عليها إقبال كبير جدا في بالكتب الكبيرة، يعني اللي هي بتلاقي إقبال من الشباب وكبار القراء. يعني مثلا كان عندنا موسوعة المضللون الدكتور محمد الباز، كان عندنا سلسلة تاريخ المصريين، سلسلة مصريات اللي هي بتعرض لي التاريخ المصري بكافة أنواعه بشكل ما. يمكن دول من أهم الكتب اللي كان عليها إقبال. كمان كان في كتاب تاريخ الدوري المصري لمؤمن محمدي. دول يمكن أهم العناوين اللي كان عليهم إقبال كبير في المعرض، بالإضافة للكتب اللي فعليا عليها إقبال مستمر زي موسوعة سليم حسن وموسوعة وصف مصر. دكتور هيثم، طب كمان عايز اسال حضرتك، كان في اجنحه جديده في المعرض السنه دي، بنتكلم عن جناح هيئه الرقابه الاداريه، بنتكلم عن مدينه الفنون والثقافه، ايضا كان هناك جناح القوات المسلحه والازهر الشريف، الاجنحه الجديده والقديمه، يعني كيف اثرت على وعي الزائر لمعرض الكتاب؟ هو الحقيقه على الرغم من انه الجناحين اللي حضرتك اشرت ليهم هم الجناحين الجداد من ضمن اجنحه المؤسسات المصريه، جناح هيئه الرقابه الاداريه وجناح مدينه الثقافه والفنون، غير انه كان عليهم اقبال كبير جدا من الناس،
الحقيقة إنه أعضاء الأجنحة دي كانوا بيشاركوا بشرح مستفيض، يعني نقدر نقول بالفعل إنه دي كانت نقطة مضافة معرفية بالنسبة لجمهور المعرض اللي كان حريص إنه يقضي وقت داخل الجناحين دول، خصوصا وإنهم الحقيقة كانوا معمولين بشكل راقي جدا وعلى مستوى عالي. يعني في الحقيقة المعرض من أهم يمكن الفعاليات اللي بتقام في مصر، ويعني الاهتمام بالنشء كمان هو حاجة مهمة جدا، فمعرض الطفل ده من أهم الفعاليات اللي احنا شفناها السنة دي، وبنتمنى يكون في معرض للطفل. يمكن في كتب كتيرة قوي لقت أو شهدت إقبال كبير جدا، واحنا استضفنا هنا حتى عندنا في صباح الخير يا مصر كتب كان عليها إقبال كتيرة جدا وناجحة جدا، وبتمثل في الحقيقة طفرة حتى في تعليم الطفل الأحداث اللي بتحصل في البلد بطريقة يمكن مبسطة. كل الشكر على المجهود الكبير اللي بتقوموا بيه الدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب، وبنتمنى لكم مزيد من التوفيق، وبنتمنى ان احنا كمان نشوف يمكن دورات اكتر على مدار السنة لمعرض الكتاب، لانه من اهم الفعاليات زي ما قلت لحضراتكم.